واش هيرفي رونار كتعتبروا انت مثلا كرجل المرحله اليوم في المغرب بحكم التجربه ديالو والحكم الخبره ديالو يعني في القاره السمراء تحدثت على لقبين منذ سنوات يعني قريتين كان مساعد ديال كلود دروا اللي هو اكبر يعني مدرب اللي جا وصال في القاره السمراء لكن واش هيرفي رونار لان ما نساوش ان التجربه الزامبيه راها شكل والتجربه الايفواريه شكل اخر وكتختلف تماما على طبيعه الكره القدم المغربيه طبيعه اللاعب المغربي في زامبيا كنعتمد على مجموعه ديال اللاعبين الشباب في المحليين في البطوله الزامبيه ومشابههم في ديك الكاس القاريه وفاز بها مع الكوت ديفوار لعب مع مجموعه ديال اللاعبين المخضرمين اللي عرف يخرج منهم العصاره واقحم ايضا لاعبين جدد شباب ولاعبين من البطوله الايفواريه لكن واش حنا عندنا طبيعه ديال اللاعب الايفواري عندنا حنا يعني ديك التوابل راه التوابل هي اللي كتصنع لك واحد الطاجين جيد ماشي واش حنا عندنا التوابل الافريقيه عندنا التوابل ديال كوت ديفوار عندنا التوابل ديال زامبيا باش نقدروا نديروا واحد الطاجين اللي يكون سريع الهضم بالنسبه للجمهور المغربي.